مرحبا، عندنا ثلاث نظريات تنجح بشكل لا يصدق في وصف هذا الكون وكل شيء يحتويه، وهن النظرية النسبية الخاصة والعامة، وهي إحدى هدايا أينشتاين العظيمة للإنسانية. أما النظرية الثالثة فهي فيزياء الكم، وكل هالنظريات تصف ظواهر فيزيائية موجودة في كون واحد. ورغم هذا فشلت كل محاولة سابقة قام فيها العلماء للتوفيق بين النسبية وفيزياء الكم ضمن إطار نظري واحد. من هون أتى السؤال، لماذا لا تتفق النسبية وفيزياء الكم رغم وصفها لظواهر فيزيائية موجودة في كون واحد؟ فيزياء الحياة اليومية تحكمها قوانين نيوتن، فأنت بتروح للعمل بسيارتك يلي بتمشي بالمتوسط بسرعة 60 كيلومتر، ورح تتزايد السرعة وتتناقص كلما تضغط على دواسة البنزين أو مكابح السيارة، وهذا الأخير رح يتسبب في احتكاك بيخلي السيارة تتوقف عن الحركة. تستخدم السلم الكهربائي للصعود أو النزول، بتوضع هاتفك على الطاولة فيبقى ثابت لا يتحرك، هذا لأنه منجذب للأرض بقوة تتناسب طرديا مع كتلتيهما وعكسية مع مربع المسافة بين الهاتف وبين مركز الأرض. وكل نوع من الحركة أو السكون بإمكاننا نفسره بقوانين نيوتن والأمور ماشية تمام. لكن في عنا ثلاث حالات قصوى في الفيزياء ما بنعرفها بحياتنا اليومية وما سبق لأي أحد أن اختبرها بشكل شخصي، ويلي هن: أولاً، حالات السرعة العالية جداً مثل الاقتراب من سرعة الضوء. ثانياً، حالات الكتلة الكبيرة جدا مثل النجوم والمجرات والعناقيد المجرية. ثالثا، حالات الجسيمات دون الذرية مثل الإلكترونات والبروتونات وباقي جسيمات النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات. وبهالحالة رح نحتاج لفيزياء جديدة مختلفة تكون قادرة على شرح الظواهر يلي تعتبر فيزياء نيوتن غير قادرة على تفسيرها بدقة. لذلك في حالات السرعة العالية تتدخل النسبية الخاصة لتحكي لنا عن انكماش طول وتمدد زمان وطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء. في حالات الكتلة الهائلة الحجم مثل المجرات تتدخل النسبية العامة لشرح انحناء نسيج الزمكان والضوء وظهور الثقوب السوداء. وفي حالات الجسيمات الصغيرة جدا تأتي فيزياء الكم متحدثة عن طبيعة مزدوجة للضوء ومبدأ عدم تأكد وتشابك كمي وأنفاق كمومية ومعادلات موجية. لكن الغريب أنه كل هالظواهر رغم وجودها في كون واحد إلا أنها إما تحمل التأثيرات الكمومية يلي بتعطينا إياها فيزياء الكم أو التأثيرات الكلاسيكية يلي تشرحها النظرية النسبية. ولو وجد الفيزيائيين أي ظاهرة مهما كانت في أي مكان بالكون بتحتوي على كلا التأثيرين الجاذبية والتأثير الكمومي لأمكن وبسهولة توحيد كلا النظريتين. ولكن مع الأسف لا وجود لمثلها الظاهرة، وهذا أحد الأسباب الحقيقية التي تجعل كلا النظريتين في عداوة مستمرة. لكن يمكن حدا يحكي لي هذا غير صحيح، لأنه في بعض الظواهر تتواجد فيها كلا من الحالتين، فوتونات الضوء مثلا وحركة الجسيمات دقيقة الحجم يلي تحكمها قوانين ميكانيكا الكم، وبنفس الوقت بتتحرك بسرعات عالية، وهذا صحيح، وهو ما بدأ عالم الفيزياء بول ديراك من خلال تطوير معادلة شرودنجر لتشمل النسبية الخاصة، واللي تم تطويرها فيما بعد لتتحول بما يعرف باسم نظرية المجال الكمي. وهي باختصار شديد نظرية بتفسر الكون كمجموعة من المجالات والجسيمات يلي تتفاعل بشتى الطرق لتكون لنا في النهاية الكون مثل ما بنعرفه. وفي ظواهر أخرى لا تحتوي على التأثيرات الكمومية، ولكن يمكن أن تتواجد فيها حالتان من الثلاث حالات القصوى يلي حكينا عنها قبل شوي، مثل حالات الكتلة الكبيرة زائد السرعات العالية يلي تشرحها النسبية بفرعيها العام والخاص وبدون وجود أي تناقض بين النظريتين. وفي عندك كمان مركز الثقوب السوداء متفردة الانفجار العظيم، وهي حالات غامضة جدا تتحد فيها الكتلة العالية جدا لحد لا نهائي مع الحجم اللامتناهي في الصغر. من هذا المنطلق كان لابد من محاولات دائمة للتوفيق بين عالمي فيزياء الكم والنسبية العامة يلي تعتبر هي المشكلة الكبرى. لكن تبين للعلماء أن دمج النسبية العامة بالكوانتوم هو أمر بالغ الصعوبة، ورغم كل المحاولات ما قدرنا نحصل على معادلة واحدة ثابتة يمكن لها أن تتخلص من القيم اللانهائية التي نحصل عليها في كل مرة بنحاول فيها دمج النسبية العامة
وفيزياء الكم، وحطها قاعدة عندك، أي نظرية فيزيائية بس تشوف فيها قيم لا نهائية سلم لي عليها وعظم الله أجركم. ولكن رغم هذا يبقى سؤالنا الأساسي مطروح، ليش احتجنا كل هذا الجهد العظيم والوقت الطويل للتوفيق بين فيزياء الكم والنسبية الخاصة؟ وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليش ما زال يبدو أن التوحيد بين النسبية العامة وفيزياء الكم بما يعرف بنظرية الجاذبية الكمية أمل ضائع وهدف بعيد المنال؟ المبادئ الكمية الرئيسية مثل التشابك الكمي أو مبدأ عدم التأكد تمتلك خواص تختلف تماماً عن خواص العالم الكلاسيكي يلي تعتبر النسبية بشقيها العام والخاص جزء منه، بمعنى أن العملية AXB تساوي BXA، وهذا بالعالم الكلاسيكي حيث بيكون كل شيء واضح ومحدد، لكن في نطاق الكوانتوم هالعملية غير صحيحة مطلقاً. والسبب الآخر أن النسبية تصف الفراغ كحيز لا يحتوي على مادة أو طاقة، بينما ترى ميكانيكا الكم أن الفراغ هو بحر هائج من الجسيمات الافتراضية التي تتولد وتفنى في زمان قصير للغاية. ورح تجد روابط لفيديوهات سابقة بالوصف تحدثت فيها بتفصيل كامل عن الجسيمات الافتراضية. هلأ لو بدنا نحكي عن إحدى أهم التناقضات الجوهرية الأخرى بين كل من فيزياء الكم والنسبية العامة، فبالتأكيد لازم نحكي عن ما يعرف بمفارقة المعلومات يلي بتظهر بوضوح بداخل الثقوب السوداء، حيث بتسمح النسبية بفقدان المعلومات بينما لا تسمح ميكانيكا الكم بذلك. لنفرض مثلا أنه بدك تتخلص نهائيا لسبب ما من صورة قديمة، فيمكن تقوم بتقطيعها، رغم ذلك لا يزال بإمكاني نظريا أن يعيد تجميعها مرة أخرى، أو ربما تقوم بحرقها لتتخلص منها بشكل نهائي، لكن الفيزياء ما زالت تمتلك القدرة نظريا على إعادتها مرة أخرى، لأن ببساطة كل ما حدث هو أن الصورة تحولت لشيء آخر ولم تحذف من الوجود. أما لو رميت الصورة في الثقوب السوداء فالأمر مختلف، حيث أن الطاقة الخارجية للثقب الأسود الناتج عن شعاع هوكينج مثلا لا تعبر عن الأشياء يلي ابتلعها الثقب الأسود، وهذا فعلا يلي واجه ستيفن هوكينج في منتصف السبعينيات، حيث ظن في البداية بوجود خلل حسابي ما بالمعادلات يلي عم يشتغل فيها، وهي أن الثقوب السوداء قادر على بث جسيمات في صورة شعاع. بعدين اكتشف هوكينج أنه هذا ما كان خطأ حسابي، لأن بالفعل الثقوب السوداء تبعث ما نسميه بشعاع هوكينج. ولكن خلونا نتجاوز هالنقطة وعلاقتها بالجسيمات الافتراضية، لأني عملت عنها فيديو سابق راح تجده بالوصف، لنتكلم عن المشاكل يلي بتواجه فيزياء الكم تحديدا في نقطة أفق الحدث عند الثقوب السوداء. هلأ بتسمح ميكانيك الكم فيزيائيا بالسفر عبر الزمان للماضي والمستقبل، وكل ما تحتاجه هو أنك تطبق نفس القوانين والمعادلات للأمام كما تطبقها للوراء، وهذا يرتبط باللي بنسميه مبدأ الوحدوية أو يونيتيريتي، والذي يتطلب الحفاظ على حالة من انعكاس الزمان بشكل دائم. ولكن انتبه، هذا يتطلب منك أيضا أنك تحافظ على وجود كل معلومة ممكنة في الكون، لأن فقدانها رح يكسر هالعملية، وهو ما يحدث في الثقوب السوداء. ولا تزال مفارقة المعلومات معضلة لم تحل إلى الآن، رغم اقتراح عدة حلول إلها مثل نظرية الكون الهولوغرامي. وحتى أنه آخر أعمال ستيفن هوكينج كانت ورقة بحثية نشرت في عام 2016، ويلي بتحكي أن المعلومات تتحرك داخل وخارج الثقوب السوداء عبر تخزينها على جسيمات لينة تسمى بالسوفت بارتيكلز. وحكينا قبل شوي أن النسبية تسمح بفقدان المعلومات بينما فيزياء الكم لا تسمح بذلك، ومثل هالتناقضات موجودة لما بدك توصف الجاذبية، فالنسبية العامة تعتبر الجاذبية انحناء في نسيج الزمكان نتيجة لتموضع كتلة ما في الفضاء، وللعلم الجاذبية ما بتسبب انحناء الزمكان، الجاذبية هي انحناء الزمكان نفسه ولا تتطلب وجود جسيمات دون ذرية حاملة لقوة الجاذبية، على عكس باقي القوى الأساسية الثلاث الأخرى، فالجسيمات الحاملة للقوة النووية الشديدة تسمى بالجليونات، وبوزونات زد ودبليو تحمل القوة النووية الضعيفة، والفوتونات تحمل القوة الكهرومغناطيسية، وتأتي فيزياء الكم بوصف دقيق لها القوة،
أما القوة الرابعة وهي الجاذبية فتوصف بشكل مختلف تماماً من خلال النسبية العامة يلي لا تعمل على نفس المقاييس الدقيقة جداً. ولو حاولنا تطبيق الجاذبية على المقاييس الصغيرة جداً يلي تستخدمها فيزياء الكم فرح تبدأ الرياضيات بالانهيار. وإذا قمنا بالعكس ووضعنا المقاييس الدون ذرية في معادلات النسبية فما رح يكون لها أي معنى ورح تبدأ بإخبارنا بأشياء ذات طاقة لا نهائية. ووجود اللانهايات بالفيزياء مثل ما حكيت قبل شوي بتعني دائما انك ارتكبت خطأ ما. تصف النسبية العامة الكون كنسيج سلس ومستمر وليس كجسيمات او كمات من الطاقة كما يوصف الكون في فيزياء الكم. ولهاللحظة لا يعلم العلماء كيفية التعامل مع الوحدات او الكميات المنفصلة عن الفضاء ولا نعرف كيف نحدد الزمكان. والمشكلة الأخرى تظهر مع مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ وهو باختصار أن علم الفيزياء لا يستطيع أكثر من امتلاك تنبؤات إحصائية فلا يمكن تحديد مكان وسرعة الإلكترون بنفس الوقت. فأما أنك تحدد السرعة أو تحدد الموقع فيمكن بهالحالة للجسيم أن يكون هنا باحتمال معين بيكون هنيك باحتمال معين. ومن الأشياء الغريبة في عالم الكم أنك حتى لو وضعت الإلكترون في صندوق محكم الإغلاق تماماً فما تزال هناك إمكانية أنك تجد هذا الإلكترون خارج الصندوق. وإذا طبقت لي هالمبادئ على النسبية العامة وتواجد جسيم يحتوي على الكثير من الطاقة أو الكتلة ولا يمتلك موقع محدد كغيمة من الاحتمالات فكيف يمكن أن يحصل الانحناء في نسيج الزمكان؟ فهل من المعقول أن ينحني نسيج الزمكان نتيجة لتموضع الكتلة في جميع المواقع المحتملة؟ أو ما ممكن يحصل أي انحناء حتى نحدد الجسيم ونعرف موقعه بالضبط؟ فعلا شيء جنوني ولا يقبل العقل. على كل حال لا تعرف النسبية كيف تجاوب على مثل هذا السؤال، ولكن إذا كنت بتعرف حاول أنك توضع برج خليفة في صندوق بمساحة 1 ميلي، وإذا نجحت فرح يكون عندك احتمال ضعيف جدا جدا أنك تجمع النسبية وفيزياء الكم. فما بالك بالمساحات الهائلة اللي تحتويها المجرات. نحن قادرين على فهم الجاذبية على معظم المقاييس ذات الصلة بحياتنا اليومية، ولكن بدنا نفهمها في كل مكان بما في ذلك على المقاييس الصغيرة جدا. ولكن على هالمقاييس لا يزال مبدأ عدم اليقين يؤثر على الكون نفسه ولا نعرف كيف نتعامل مع هالمعضلة الحقيقية في النسبية العامة. لهذا رح نحتاج لنظرية في الجاذبية الكمية أو ما يعرف بنظرية كل شيء، وهذا رح يساعدنا على فهم الكون بشكل أعمق بما في ذلك اللحظات المبكرة يلي يمكن أن تتخيلها بعد الانفجار العظيم. لما كان كل شيء في مساحة متناهية في الصغر حيث بتكون فيزياء الكم مهمة جدا، وبالإضافة لذلك كانت الكتلة والطاقة في مساحة صغيرة جدا بشكل لا يصدق. طبعا وجدت محاولات مثل نظرية الأوتار الفائقة، ورغم احتوائها على مساق برهن الرياضي وهذا لا يجعلها مجرد فرضية، إلا أن اختبارها يكاد يكون مستحيل ولا يمكن التحقق من نتائجها الغريبة بأي شكل من الأشكال. ولكن الحصول على نظرية في الجاذبية الكمية، نظرية كل شيء، ورغم كل الصعوبات يلي بتواجهنا يجب أن نستمر ولا نتوقف على المحاولة، وإن شاء الله بنوصل بيوم من الأيام إلى النظرية الموحدة العظمى. لو حبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم مني كل شيء جديد، ولازم تتابعوني على الانستغرام لأني بقدم فيه منشورات فيزيائية أنا متأكد إنها لحتنال إعجابكم. أنا آدم السالم Outside Box، نلتقي في الفيديو القادم. سلام.